السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة تعلم لتحترف أينما كنت في الوطن العربي الكبير. رحب بك في هذا الفيديو الجديد. موضوع فيديو اليوم بإذن الله تعالى سوف يكون حول العمل وربح المال من الانترنت، بحيث أنني سوف أقدم لك من خلاله ثلاث مجالات مختلفة يمكن العمل عليها وربح مبالغ محترمة. ولكي لا أطيل سوف أمر مباشرة للمجال الأول، وهو مجال كتابة المقالات، وسوف أتحدث عن هذا الموقع طبعا الذي سوف تجد رابطه أسفل الفيديو مع جميع الروابط التي سوف أشير إليها في هذا الفيديو. لكن قبل ذلك أتمنى منك فقط تشجيعي بنقر زر إعجاب للفيديو، وأيضا إن كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى ضغط على زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس. إذن على بركة الله كما تشاهد معي هنا، فالموقع واجهته في منتهى البسط، وكما تلاحظ فهناك الكثير من المقالات التي يقوم أشخاص آخرون بكتابتها بطبيعة الحال، وفي المقابل يحصلون على مبالغ محترمة، وهذا ما يمكنك أن تفعل كذلك. هناك الكثير من النماذج يمكنك أن تلقي نظرة عليها بطبيعة الحال وتكتب مقالات شبيهة جدا بهذه المقالات التي تنشر هنا في مختلف المجالات كالألعاب، الضحك، الترفيه، كذلك الرياضة، الموسيقى والأفلام وغير ذلك. وللعمل في هذا الموقع يكفي أن تقوم بالنقر هنا على هذا الخيار الخاص بكتابة مقالات، ثم بعد ذلك تقوم بقراءة الشروط الأساسية الموجودة طبعا في هذا المكان، بما فيها المجالات التي يسمح بالكتابة عليها، أيضا عدد الكلمات التي يجب أن توفر في المقال، هنا 1500. أيضا هنا تجد على أن الموقع يدفع إلى حسابك على البايبال، كم يمكن أن تربح على كل مقال، فالأمر رهين بعدد المشاهدات، فكل 1000 مشاهدة تحصل على نصف دولار، فإذا حصل المقال الخاص بك على 50,000 مشاهدة تحصل على $50، إذا حصل على 100,000 تحصل على $100 وغير ذلك. وكل هذه الأرباح سوف تحصل عليها في حسابك على البايبال في بداية كل شهر بطبيعة الحال. للانضمام لهذا الموقع يكفي أن تقوم هنا بإدخال الإيميل الخاص بك بهذا الشكل، فلنفترض أن هذا هو الإيميل الخاص بنا على سبيل المثال، ثم تضغط على هذا الخيار، وبعد ذلك تقوم بإدخال الاسم الخاص بك في الواجهة الموالية، وبعدها مباشرة كما سوف تشاهد الآن سوف يتحول بك لإدخال الاسم الخاص بك، ثم توافق على الكود الكابتشا هنا وتقوم بالتسجيل. إذا هذا فيما يخص المجال الأول. بالنسبة للمجال الثاني وهو مجال الأفليت أو التسويق بالعمولة مع واحد من أضخم المواقع العالمية المعروفة في مجال شراء التصاميم كما سوف تشاهد، وهو الراعي لموقع جرافيك ريفير الغني عن التعريف، والذي من خلاله يتم شراء القوالب الجاهزة، يتم شراء قوالب خاصة بالألعاب مثلا بالنسبة للناس الذين يعملون في مجال الريسكين، أيضا قوالب ووردبريس، بلوجر، لوجوات إلى غير ذلك. فهذا الموقع ما لا يعرفه الكثيرون أنه يمكن العمل معهم كمسوق، ويدفعون لك عمولة $120 لكل شخص تقوم بدعوته للاشتراك لمدة سنة في الموقع، أو كذلك $60 لكل شخص قام بالاشتراك الشهري فقط. يعني إذا اشترك لمدة شهر في الموقع تحصل على $60، 20 لكل شهر. وهنا كما تشاهد فقط تقوم بفتح حساب، بعد الموافقة عليه تحصل على الرابط، ومن خلال الرابط الخاص بك يمكنك نشره مع الأشخاص الذين يريدون شراء تصاميم، أو الأشخاص الذين بصفة عامة يريدون الاشتراك في الموقع، فمبلغ الاشتراك هو $16 للشهر، والاشتراك يضم طبعا عديد يعني الخطوط الكتابة، كذلك القوالب للفيديوهات، الأوديوات، كذلك الصور التي يمكن الاعتماد عليها في مقالات إلى غير ذلك. وبهذا فأي شخص كما قلت يقوم بالتسجيل
سوف تحصل على العمولة الخاصة بك والتي تصل إلى 120 دولار. إذن هذا فيما يخص مجال التسويق بالعمولة. أمر الآن للمجال الثالث لحلقة اليوم وهو مجال التدريس عبر الانترنت. هناك الكثير من الإخوة وربما الأخوات كذلك الذين درسوا مختلف المجالات، كذلك يتقنون اللغة الإنجليزية أو الرياضيات أو الفيزياء أو العلوم إلى غير ذلك، لكن لم يتمكنوا من الحصول على العمل لحدود الساعة، أو أيضا يشتغلون في مجال خاص ومدخولهم ليس بالمدخول العالي ويريدون مدخول إضافي، فبإمكانهم العمل على هذا الموقع والذي يتيح لك إمكانية أن تعمل كمدرس بطبيعة الحال. كيف ذلك؟ يكفي أن تقوم بالدخول إليه ثم بعد ذلك تضغط هنا على خيار أن تصبح مدرس. كما ستشاهد الآن يتحول بي لواجهة أخرى. هنا يقول لك الموقع يمكنك أن تحصل على أكثر من 7000 دولار كل شهر من خلال الموقع. نعم هذه حقيقة، لأن هنالك الكثير من الطلبات، الكثير من الأشخاص الذين يريدون التعلم ويبحثون عن مدرسين، وهنا التدريس بالساعة ممكن أن تحصل على 60 دولار للساعة، 70 دولار، وبالتالي فكل يوم إذا شغلت فقط ساعتين في اليوم يمكن أن تحصل على مدخول رائع. إذا قمنا قليلا بالنزول سوف نجد هنا فيديو لعديد الأشخاص الذين يشتغلون في الموقع، كذلك هنا طبعا عديد المعطيات، أعلى الأساتذة الذين حصلوا على مبالغ. هنا أستاذ الأول حصل على أكثر من 361,000 دولار في الموقع طبعا مع الأقدمية، كذلك نفس الشيء بالنسبة لهذا الأستاذ، أيضا الأستاذ الموالي. وهنا آخر الأسئلة التي يتم طرحها بطبيعة الحال، فلما تنضم للموقع يمكنك أن تصبح كذلك من الناس الذين يجيبون على هذه الأسئلة، فكل شخص طبعا يبحث عن يعني أجوبة للأسئلة الخاصة به، سواء في مادة الرياضيات أو الفيزياء أو كذلك الإنجليزية إلى غير ذلك. ولكي تعمل في هذا الموقع كذلك يكفي أن تقوم بنقل خيار البدء الآن من هنا، وبعد ذلك طبعا خيار هنا أن تصبح مدرس، تقوم بإدخال الإيميل الخاص بك، كلمة المستخدم أو اسم المستخدم الذي سوف تدخل به دائما إلى حسابك، ثم كلمة السر بطبيعة الحال، أو أيضا يمكنك أن تقوم بالتسجيل مباشرة بحسابك على لينكدين أو كذلك الفيسبوك. بعد هذه الخطوة مباشرة سوف يتحول بك لملء المعطيات الخاصة بك، التجارب، المكان الذي درست فيه، الخبرة إلى غير ذلك، ثم تجتاز امتحان تجريبي، ولما توفق طبعا في الامتحان التجريبي سوف يتم اعتمادك كمدرس رسمي في الموقع، وتبدأ طبعا بالحصول على عديد الوظائف، وتشاهد أيضا الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة بطبيعة الحال، وتحصل على المقابل الذي يقدمه لك كل شخص. إذن أعتقد أن هذا كل ما يخص هذه المجالات الثلاث، فكلها مجالات مختلفة يمكن لأي شخص العمل في المجال الذي يرى على أنه متمكن فيه أكثر. أتمنى أن تكون هذه المجالات قد فادتكم، وإن كان الأمر كذلك لا تبخل علي بنقل زر لايك للفيديو، وأيضا إن كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى ضغط زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس. شكرا لك وإلى اللقاء.